السلام عليكم. زين. هم المحمدين. ازيك يا مسعد بيه؟ مالك محسس انك شفت عفريت كده ليه؟ ولا كانك تكون فاكر انك ما كنتش هتشوفني بالبدلة دي تاني؟ ليه يعني؟ ما انت في كليتك. وشك كده بيقول كاني كنت رايح حرب ويا عالم هرجع منها ولا لا؟ لا حرب يا زين، كفى الله الشر. وبمناسبة البدلة زنبيه، محتاجة تتجيف حبتين عشان واسعة عليك حبتين. بتهيألك يا كتكوت، بدلة على مقاسي، دي معمولة عشاني. الواسعة دي حاجة تانية. جو، ومعلش الأمانة اللي كنت سايبها لي في الشنطة أنا رميتها. أمانة إيه دي؟ الأمانة اللي كنت داسسها لي في الشنطة، اللي سيدك قال لك حطها لي في الشنطة، بس وعدها هرجعها لك تاني. هترجعها لي كيف؟ هتلاقيها في شنطتك، هتلاقيها تحت مخدتك، في سروالك، المهم إنها هرجعها لك هرجعها لك. المهم أنا مش جاي عشان الكلام ده كله. أنا جاي عشان كان في 200 جنيه دافعهم عشان أفض خلاف بينك وبين الراجل ده. واضح دلوقتي إنك كنت صالحته داخل لقيتكم بتضحكوا مع بعض. فأنا عايز ال 200 جنيه بتاعتي. معيش 200. إيه؟ معيش. قلنا كده ما تضحكش عليا. يا مسعد بيه. معيش.